وده دواء مصري 100%. وده دواء عالمي لكن بيتم تصنيعه نعم في مصانع بيتم تصنيعه مصرية. في مصر نعم بالضبط نعم نعم ده هياخد وقت يا دكتور حسام ولا برضه؟ لا انا بقول لحضرتك احداث ده انتهوا خلاص من التصنيع، في انتظار بس حاجه بنسميها تجارب الثبات، دي كلها امور مش هتاخد اكتر من اسبوعين ثلاثه بالكثير يعني. طب هايل. دكتور حسام، في ناس لغايه دلوقتي ما جالهاش رساله من وزاره الصحه علشان تروح تاخد حتى الجرعه الاولى. لا ما هو 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 احنا دلوقتي وقفنا الرسائل، يعني ما بنبعتش رسائل الا للجرعه التعزيزيه، لكن بالنسبه لي احنا فتحنا الموقع لكل من يرغب في التلقيح انه ما اتطعمش قبل كده بيخش على الموقع بيسجل بيظهر له على طول الاماكن المتاحه القريبه من عنوان سكنه، هو بيختار المكان وبيختار الميعاد. تمام. يعني حضرتك بتخش على الموقع تسجل، اول ما بتسجل انا ساكن في محافظه الجيزه بيجي لك الاماكن التي يمكنك تلقي فيها اللقاح قريب من مكان سكنك، وبنقول لك المكان الفلاني اول ميعاد فيه بكره، المكان الفلاني اول ميعاد فيه بعد يومين، هتقدر تختار المكان والموعد الانسب لك وانت اللي بتختار، مجرد ما بتختار الميعاد والمكان بتجي لك رساله بتقول لك توجه للمكان اللي انت اخترته. يعني بتيجي الرسالة بعد ما بيدخل على الموقع ويسجل ويحط بياناته ومش بيحط بياناته ويختار المكان والوقت اللي هو عايز يتلقح فيه، وبتديله الرسالة بتقوله توجه للمكان الفلاني اللي حضرتك اخترته في الموعد اللي حضرتك اخترته. طيب لو في حد ما يعرفش يعمل الإجراء ده يتصرف يروح لأي من المراكز اللقاحات اللي موجودة في المولات، اللي موجودة في المترو، اللي موجودة في محطات القطارات، اللي موجودة في أماكن التجمعات، هيروح يتسجل وهو واقف ويطعم وهو واقف. بيروح بالبطاقة لأي مكان قريب منه أو في طريق، أي محطة مترو، أي محطة القطر، أي مول من المولات الكبيرة، يروح هيلاقي فيه المكان المخصص ومعاه البطاقة للتطعيم. ومع البطاقة بنقطة التطعيم هيتسجل ويتطعم في نفسه. طيب ده الناس اللي لسه ما خدتش حتى ولا الجرعة الأولى. الناس اللي خدت الجرعة الأولى وهتاخدها بالطريقة اللي حضرتك قلت عليها يا دكتور حسام، الجرعة الثانية تاخدها إمتى؟ هم اللي هيبلغوهم بقى؟ مجرد ما هو بيتبلغ على طول حضرتك اتطعمت الجرعة الأولى، يقول لك إنه وأنت ماشي بيقول لك ميعاد الجرعة الثانية بعد 21 يوم اللي هو يوم كذا في نفس المكان اللي حضرتك تلقيت فيه الجرعة الأولى. هل المواعيد قربت من بعض ولا ما زالت 21 يوم في بعض اللقاحات؟ لا ما هي الفترة البينية ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ده بناء على الشركة المصنعة للقاح. نعم نعم. وهي يعني دي الفترة التي تمت عليها إجراء التجارب الإكلينيكية والتي أثبتت الفاعلية، عشان كده كل لقاح المدة البينية ما بين الأولى والثانية بيختلف. تمام.